السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى لقاء جديد عبر قضايا. نلتقيكم مباشرة عبر قناة وإذاعة الطيبة، ونرحب بالإخوة المشاهدين والمستمعين الذين يتابعون قضايا الآن. في الأيام السابقة تابع الناس أخبار من فلسطين ومن القدس، مجموعة من اليهود الصهاينة المتشددين يقتحمون المسجد الأقصى ويحاولون أن يقيموا بعض الشعائر الخاصة بهم داخل هذه المنطقة المعروفة بانتمائها للإسلام وللمسلمين، ثم يتكرر هذا الأمر من بعد ذلك ويمنع أكثر الشباب وأكثر الذين يقدمون إلى المسجد لأداء الصلاة من أداء الصلاة فيه، يمنع من هم دون الخمسين من أداء الصلاة ومن تلقي العلم ودروس العلم داخل المسجد الأقصى. في كل عام تتكرر هذه المناظر وهذه الأفعال من بني صهيون. في هذه الأمسية الطيبة من قضايا نتوقف مع فلسطين والأقصى والقدس عبر مؤسسة القدس الدولية. في ضيافتنا داخل الأستوديو الباش مهندس محمد عثمان محمد سعيد رئيس مجلس الإدارة، وكذلك الأستاذ نصر الدين عبد الحي عبد الرحمن المدير التنفيذي لمؤسسة القدس بالسودان. مرحبا بهم ومرحبا بكم وإلى قضايا. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ من عندك الأخ نصر الدين، هذه الأفعال التي تتكرر في كل عام وفي كل حين وفي كل مناسبة وتأتي في الأخبار يعني بصيغة يهود متشددين يقتحمون المسجد الأقصى، أو منع لبعض المصلين من أداء الصلاة فيه، أو محاولات تهويد المسجد الأقصى المستمرة، ما المقصود وما الهدف من هذا التكرار وهذا الفعل؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ونشكر الإخوة في قناة طيبة والإذاعة الأستاذ سامي على هذه الاستضافة، وكما عودونا دائما عن أنه هم سباقين دائما لتسليط الضوء على ما يحدث داخل فلسطين والقدس تحديدا. كما تفضلت، اليهود درجوا على تطبيق سياسة أمر الواقع، فبدأوا بحملات ودعوات لليهود في العالم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، يعني إلى التنادي إلى أن يكون لهم وطن بديل. فبعد أن أصبح لهم وطن بديل أصبحوا هم أصحاب الوطن وأصحاب الأرض وصاروا ملكيين يعني. وفي كل عام كما ذكرت يحاول أن يكرسوا ويرخصوا في أذهان كل العالم والمتلقين بأنهم أصحاب الحق والقضية العادلة. لذلك درجوا على أنهم هم دائما يبادروا بمثل هذه الأفعال، فيضيقوا على الإخوة داخل فلسطين ويضيقوا على الإخوة داخل القدس وداخل المسجد الأقصى لتطبيق سياسة أمر الواقع داخل المسجد الأقصى. والهدف الأساسي هو حقيقة من كل هذا هو تكوين الدولة اليهودية الدينية في زمن محدد، وهم كانوا محددين له فترة زمنية معينة. الآن تسارعت الخطى نحو تطبيق هذه السياسة ليكون أمر واقع ويسلم به كل المسلمين وكل العالم يعني. باشمهندس محمد عثمان محمد سعيد مرحبا بك والسلام عليكم. يا مرحبا، بارك الله فيك. بالتأكيد هم بيستفيدوا من الظرف السياسي الذي تشهده المنطقة الآن، يعني ما يسمى بالربيع العربي، وكل الناس مشغولين، أهل الإسلام في كل منطقة مشغولين بهمومنا الخاصة والقريبة يعني. فكأنما يعني هم يغتنموا هذه الفرص وكل مرة يضيقوا أكثر وأكثر على فلسطين وعلى الأقصى وعلى القدس. صحيح، هم هذه لكل فرصة سانحة، لكن اللي بيقوموا به عمل ممنهج ومدروس ومرتب يعني. يعني هم حرصهم على إقامة شعائرهم الدينية أو ما يحسبوه شعائر دينية في مناطق محددة مثل المسجد الأقصى أو كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي في الخليل، مسألة مرتبة عشان يقولوا أنهم لهم يعني بعد تاريخي ووجود تاريخي ودين راسخ في هذه المنطقة. هم في الخليل ما كان لهم أي وجود، لكن بمثل هذه الممارسات استطاعوا أن ينتزعوا يعني أكثر من المساحة، أكثر من نصف المساحة بتاعت الحرم الإبراهيمي الآن في الخليل أصبحت
مخصصة لليهود لإقامة شعائر وعبادات، طبعا يدعوا أنه أن يعني المسجد حقه من زمن سابق. الآن في المسجد الأقصى هم نفس الأسلوب هذا بيمارسوه عشان ما يكون عندهم يعني ممارسة يدعوا أنه هم يعني لهم وجود في هذا المكان، وهذا المكان تاريخيا تابع لهم، وبالتالي ينتزعوا جزء من المسجد الأقصى وعلى الأقل يشاركوا المسلمين في المساحات داخل الحرم المقدسي الشريف. وهم في ذلك فعلا بينتهزوا الفرص لما تجي مناسبة فيها يعني شيء ممكن يغطي على فعائلهم دي، بيصعد من وتيرة العدوان والترتيبات. لكن الماشيين فيه ده مسألة ممنهجة ومرتبة، وهم تحت الأرض الآن يعني أصبحت لهم مدينة كاملة تحت الحرم القدس الشريف، وفوق الأرض أيضا يعني أصبحت هنالك مناطق يعني في باب المغاربة وغيره، أصبحوا الآن موجودين بصورة يعني فيها كثير من الاستفزاز للمسلمين، وبيزيدوا في الاستفزازات كل ما حسوا بأنه الفرصة مواتية لأنه المسألة تمر. ارتبطت الأحداث الأخيرة يعني في هذا العام وكذلك من قبل أعوام بما يسمى عندهم بعيد العرش اليهودي، وهو دائما يعني بيكون في يوافق شهر 10، يعني بدايات شهر 10 أو أكتوبر. فهم حتى بيربطوا كل التصرفات عندهم بما يعتقدونه يعني دينا، وهذه أظن رسالة إنه هذا الكيان الغاصب مرتبط بعقيدة وبفهم، يعني الأمر ما هو أمر سياسة يعني. فإلى أي حد الناس وعت هذا الأمر يا أستاذ نصر الدين؟ يعني هذه الرسالة إنه ارتباط بعقيدة وبفهم، والمناسبات ذاتها يعني عيد العرش اليهودي أيام معينة، ويقود هذا دائما هذه الهجوم وهذا التشدد يقوده يعني دعاة علمائهم وقادتهم في مجال عقيدتهم. يعني للأسف الشديد يعني اليهود هم يعني دارسين التاريخ، وبالرغم انه تاريخ مزيف الا انهم حافظينه وبيبادروا دائما في كل حدث. لو 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 تتبعت احداثهم ليست هذه المناسبه الوحيده، يعني كل حدث فوقه زي ما يقولوا يعني ادعاءات منهم تاريخيه هم يجعلوا منه عيد ومناسبه عشان يحققوا فوق بعض الحاجات. هم حقيقه زي ما ذكر الباشمهندس شغالين بمنهج. نحن حقيقة كمسلمين للأسف الشديد ليس لدينا منهج نواجه به هذه الدعاوي اليهودية. فهم حقيقة في كل مناسبة في كل حدث بيقنج منه يعني قضية أساسية، وبيحشدوا فوق الطاغات، وبيحشدوا فوق الدعم المادي والدعم المعنوي وترسيخها لدى الأفراد اليهود ولدى المتلقين في العالم أجمع، بوسائل الإعلام، بفرض الأمر الواقع زي ما ذكرتها. حقيقة دي هي المنهجية اليهودية بها قدروا أنه الآن نحن حتى الآن بنحاول أنه والله نقول عندنا حق، وهم بيفتكروا أنه والعالم كله الآن بيصبح أرضخليهم يعني بوسائل الإعلام، بمال، بتغلغل في كل الدول الغربية وإمريكا عبر اللوبي اليهودي المعروف. عشان كده كل ما يمارسوه الآن هو حقيقة هو تأكيد لدعابهم الباطلة، هو يؤكد كل مرة أنه هم يعني كما تقال المقولة المعروفة كذب كذب حتى يصدق الناس. فهم الآن ده منهجهم أنه في كل حدث لابد أنه يعملوا منه خطة وخطوة وعمل إعلامي ضخم حتى أنه يترسخ في مفهوم كل الناس أنه الله هم على حق وإحنا بندافع. الان احنا كمسلمين دائما نكون في موقف الدفاع ليس في موقف الهجوم. هم في كل احداث يتن يسبقونا فيها. المطلوب من المسلمين حتى الان انه هم يعوا لهذه المساله ويبادروا، وانه بيواجهوا عدو عنده امكانيات، عنده مال، عنده يعني تاريخ مزيف مقتنع به تماما وبينادي به، وبرغم انه هو مو على باطل، لكن على حق حقيقه حتى الان لا نستطيع ان نواجه هذه الحقائق وهذه الادعاءات. دائما في مثل هذه اللقاءات بيقفز طوالي سؤال الذين يتابعوننا الآن عبر طيبة صوت وصورة وطيبة إذاعة FM 103، سنتيح بعد قليل يعني فرص للمشاهدين والمستمعين، لكن في تساؤل أنا ممكن أعمل شنو؟ يعني أهل الإسلام على امتداد ديار الإسلام في كل مكان
الناس حيقول لك يا اخي هنعمل شنو يعني، الامر كانه مربوط ب ما في يدنا شيء. فالسؤال ده انا يعني دائما بقوله في المناسبات زي دي وفي اللقاءات، كل زول ممكن يعمل شنو يعني، من ادنى المستويات الى ما نصل اعلى المستويات المسؤوليه. نبدا من عندك يا باشمهندس، ما الذي يمكن ان يقدمه الناس تجاه هذه القضيه، يعني قضيه فلسطين والاقصى بصوره واضحه؟ ما المطلوب في 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 نهايه الامر وفي في في حقيقه الامر انه نحن مفروض نصل لمرحله نحرر المقدس وبيت المقدس ونطهر من دنس دنس وريكس الصهاينه. لكن الى ان يتم ذلك، الناس اضعف الايمان المفروض يحافظوا على المقدسيين الموجودين داخل بيت المقدس، يدعموا صمودهم، يدعموا وجودهم. المظاهر الاسلاميه الموجوده رغم الاستعداء الظاهر لابد ان يحافظوا عليها ويعني يدعموا الناس في انهم يصمدوا. الامكانات المتاحه للمرابطين داخل بيت المقدس وحوالينه لابد من الناس يدعمون الدعم المتاح الممكن في وقت. الناس يعني اذا قدموا اي مساعدات مرصوده ومحسوبه ومفسر تفسيرات يعني من رؤى معادية للإسلام والمسلمين، لكن في رغم كل ذلك لابد من أن الناس يبذلوا قاية ما يمكن في أنه يدعموا المقدسيين في أنهم يصمدوا. وفي الله سبحانه وتعالى هم في داخل بيت المقدس يعني الناس يعني صامدين صمود ممكن يقال أسطوري. يعني الناس في بيت المقدس يعني الواحد يتشبث بقطعة أرض صغيرة ممكن أن تجيب له ملايين الدولارات لو فكر في انه يبيعه وقرر انه يمشي، وممكن يلقى مهجر في احسن حته في العالم. لكن رغم ذلك ربنا يعني سبحانه وتعالى سخر القلوب لطاعته بالصمود وبالرباط في هذه الارض المقدسه يعني. فنحن خارج الارض المقدسه دي قلوبنا مع الناس، ولا بد ان ندعم الدعم الممكن بالمال وما يمكن من 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 وسائل اخرى. نعم. يعني بعد المال يعني. وبالتاكيد يعني اهل تلك الديار اهل بركه، لانه البركه بالتاكيد حلت في تلك الديار، وهذا من قول الله سبحانه وتعالى باركنا حوله. وهذه البركه يعني تبدا من عند الناس الى كل الاشياء. لكن استاذ نصر الدين، المعرفه مهمه. فالآن رغم القنوات الفضائية وما يتاح من وسائط معرفية، ولكن أظن أن مسألة وضوح قضية فلسطين وما يدور في فلسطين وما مربطها بالتاريخ وربطها للناس بما كان يعني عندنا في سلف هذه الأمة، أظن الموضوع لسه محتاج إلى جهد يعني. وأنا شايف قدامك بعض الإصدارات يعني الخاصة بمؤسسة القدس، فإلى أي مكان وإلى أي مدى يمكن أن نقول أنه المعرفة وصلت لأنه في كتار جدا من الشباب ممكن ما يكونوا عارفين، وكثير من الناس ممكن يدعموا ويقيفوا زي ما قال الباشمهندس، لكن ما أظن أنه الآن صورة المعرفة هذه متاحة بصورة كبيرة للناس، والمعرفة هي بداية الحل يعني. والله كما تفضلت، المعرفة بداية الحل، وكل ما تعرف عدوك بيسأل انك انت تهزم يعني. حقيقة يعني مؤسسة القدس الدولية اصلا هي انشئت لهدفين يعني، هدف تثبيت المقدسيين داخل القدس عبر مشاريع يتم دعمها داخل القدس او خارج القدس ويعود ريعها الى داخلهم. الهدف الثاني الاساسي هو التعريف بالقضية المقدسية. كيف نعرف الناس بقضية مقدسية؟ عبر برنامج محاضرات وندوات وحملات. لكن أكبر مشروع للتعريف بالقضية الفلسطينية هو حقيقة مشروع معارف مقدسية، اللي هو كيف نتعرف على القدس. لأنه كما ذكرت لك أنه اليهود حقيقة يلقنون أبنائهم من الروضة بتعاليم توراتية كلها تنادي بأحقيتهم في القدس والهيكل المزعوم وهيكل سليمان، وهم الأسبق وجودا في داخل القدس. لذلك تجد كل يهودي داخل فلسطين داخل فلسطين المحتله هو الآن مشرب بكل هذه التعاليم. نحن دورنا حقيقة انه نوصل هذه المعلومات لأكبر عدد من اخواننا. الإعلام
مثل قناة طيبة وهذا البرنامج، حقيقة مثل هذا البرنامج تقوم بدور كبير جدا جدا بالتعريف بالقضية الفلسطينية عبر هذه اللقاءات، ولكن في دروس مخصصة ومحددة هي الآن يعني لدينا لها منهج ووضعوه إخوة يعني فلسطينيين حقيقة حضروا فيها عبر فيها دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، هي دورات المعارف المقدسية. نحن الآن حقيقة لدينا سعي لأنه نعمل شراكات مع عدد كبير جدا جدا من مراكز البحوث والجامعات. كان لدينا حملة كسر الحصار بالتعاون مع إخواتنا في النقابة العامة للعمال السودان، عملنا محاضرة في جامعة الولايات الإسلامية، وفي توصيات طلعت من جامعة الولايات الإسلامية بأنه يعملوا كرسي الدراسات المقدسية تابع للدراسات الإسلامية. وكذلك لدينا اتصالات ببعض المراكز البحثية كما ذكرتها، أن نعمل دورات متخصصة لكل قطاعات الشعب السوداني، لكل فعالياته، المعلمين، الدعاة، الإعلاميين، الطلاب، المرأة، لكل هذه الفعاليات، باعتبار أنه المعرفة كما تفضل هي حقيقة هي السلاح الأقوى لمواجهة العدو. لذلك نحن ندعو من عبر هذا البرنامج أنه كل الإخوة أنه يتداعوا إلى الاشتراك في هذه الدورات، وإن شاء الله سوف يتم برمجتها وبثها عبر وسائل الإعلام بالتعاون مع وسائل إعلام مختلفة، ويعني قناة طيبة هي من القنوات الرائدة في هذا المجال إن شاء الله. نعم باشمهندس أحمد عثمان، ذكرت أنه الدعم بيصل إلى داخل الإخوة في فلسطين وهم مقصرين في الاستمساك بالأرض والصمود، لكن يعني الناس خلينا نكون واضحين، الناس يعني في هذا الزمان كل زول اللي بيهمه يعني، وإذا نظرنا الآن لخريطة العالم الإسلامي قدامنا كلهم عندهم مشاكلهم، يعني اللي عنده مشاكل في الاقتصاد واللي عنده مشاكل في السياسة واللي عنده مشاكل في بيجاي. فإلى أي مدى يمكن أنه يعني تصل خيرات مسلمين في مناطق ثانية لإخوانهم، وإلى أي مدى يمكن أن نخاطب المسلمين أنه الناس اللي هناك عايزين مزيد من الدعم ومزيد من التوصيل الدعم ليهم، وكسر الحصار اللي قالوا نصر الدين، يعني بتابع في الاخبار امبارح قال في باخره تحركت من قبرص، يعني كسر الحصار ذاته مرات بيقوموا به، ما داير اقول بيقوموا به كذا خجول يعني، بيقوموا ناس ثاني من غير المسلمين يعني، دائما ناشطين في اوروبا وناشطين كانوا من جنوب افريقيا الغافله، فالحكايه زي ما واضحه عند اهل الاسلام يا باشمهندس. هو حقيقة يعني المسلمين رغم انشغالهم ورغم يعني الظروف المعروفة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لكن عندما تأتي قضية القدس الناس بينفعلوا بها والناس بيرحبوا بأنهم يدعموا، والناس يعني مش يعني بيشعروا أنهم بيقدموا شيء، بيشعروا أنهم يتبركوا بالمساهمة في عمل ماشي للمقدسيين وللقدس الشريف. يعني دي مسألة ملموسة في السودان، هنا كمان حدث ولا حرج، يعني ما من مجمع أو مجموعة أو يعني مؤسسة أو جهة الناس اتصلوا بها عشان يتحدثوا عن القضية في القدس، إلا وتجد الناس منفعلين ويعني راغبين في أنهم يدعموا ويساهموا. المساهمات المالية هي ما مطلوبة من مسألة يعني ترهق الناس وتشغلهم عن هموم الماشية، وإنما مسائل رمزية تخلي القضية حية متقدة إلى أن يقيد الله ظروف أفضل لتقديم دعم أكبر ودعم بوسائل يعني أفعل أكثر فاعلية. الآن المؤسسة بتقوم ب يعني ترويج لمشروعات مركزية لمساعدة المقدسيين في المجالات الخدمية وفي المجالات الإنسانية، وبتصل عبر المؤسسة طبعا مركزها ورئاستها في لبنان، وبتصل بصورة كويسة لأنه هي مشروع بتدخل لخدمات إنسانية ولأشياء خدمية للمقدسيين داخل القدس، يعني مساعدتهم في مشروعاتهم الإسكانية البسيطة، مساعدتهم في مجال التعليم، مجال الصحة، مجال الإسكان والمجالات الخدمية المعروفة دي يعني. وهي لها دور كبير في أنه تدعمون وتحسسهم بأن الناس معاهم، وهم بدون ذلك كما يعني معروم ومشهود صامدين وصابرين ومحتسبين يعني. الرغبة في أنه الناس يدعموا ويمشوا لقدام يعني موجودة، والمشروعات اللي بتعبر عن ذلك أيضا
بدينا نطرحها الآن في على مستوى السودان، يعني سواء المشروعات اللي ذكرناها دي أو مشروعاتنا تخلي الناس يستغنوا عن المخاطبة المستمرة. يعني عندنا مشروع كبير في وقف القدس هنا في قلب الخرطوم، مشروع كبير حيقوم إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة بدعم ومؤازرة من مختلف قطاعات الشعب السوداني. نعم. وهو كان بمبادرة كريمة من قيادة الدولة ومثل السيد رئيس الجمهورية، حيث تم وقف قطعة أرض مساحتها فوق 5000 متر مربع في منطقة مميزة في قلب الخرطوم، وجرى الآن يعني وضع التصور والتصميم لإقامة برجين كبيرين يتوسطهما مسجد فيه قبة شبيهة بقبة الصخرة تبركا بقبة الصخرة. والجهات اللي اتصلنا بها كلها ان شاء الله يعني وعدت بالمساهمه بصوره يعني هذا تشرف الوقف سيعود يعني ده يعني على المدى البعيد شويه حيوفر الجهد بتاع انه نستقطب دعم بصوره مستمره، يعني بيخلي دعم كبير تلقائي ماشي بصوره دائمه للقدس ولمشروعات الدعم والاسناد للمقدسيين. نعم، احنا زي ما انت قلت الموضوع يعني مهم انه الناس يتشاركوا فيه، واحنا عايزين نسمع يعني من اخواننا ارقام التواصل 0120 97 77 77 و0120 97 66 66، وتظهر الارقام الان على الشاشه وقد ذكرتها للاخوه الذين يتابعوننا عبر اذاعه طيبه. استاذ نصر الدين، مشروع وقف القدس في السودان بالتاكيد عايز زمن يعني، لكن ما هي المشاريع الأخرى؟ وأنا عارف أن في أكثر من منظمة الآن شغالة في السودان، وإحنا بعد شوية داخلين على الأضحية، والسنة اللي فاتت كانت أضحيتك يعني في فلسطين، ساهمت فيها أكثر من منظمة، والواحد بيذكر بالخير أخواننا في أنصار. لكن ما هي يعني مشاريع مؤسسة القدس الأخرى؟ مؤسسة القدس حيث مؤسسة زي ما تفضلت تعمل داخل القدس، والمنظمات الاخرى تعمل يمكن للقضيه الفلسطينيه. نعم. عامه لذلك نحن حقيقه يعني هي منظمه متخصصه ولدينا مشاريع يعني تم يعني تصميمها بمعرفه من اخواننا داخل القدس للحوجه التي يحسونها داخليا. يعني عندنا مشاريع في مشاريع الدعم الاجتماعي يعني تمت يعني تصميمها وعملها من إخوة داخل فلسطين وبخبرة فلسطينية. الفقر داخل القدس بالنسبة للفلسطينيين 60%، اليهود 21%، فشوف الفرق يعني في النسبة. لذلك نحن عملنا مشاريع متخصصة، هي مشاريع اجتماعية تدعم الإخوة داخل فلسطين داخل القدس. عندنا مشروع الإسكان حقيقة قد يستغرب الناس ليه الإسكان، الناس بيشوفوا الجرافات وبيشوفوا البلدوزرات بتهدم البيوت، دي سياسة بتاعت تهجير. التهجير هي انك انت تهدم البيت المشيد وبعدك تفرض رسوم باهظة جدا جدا للناس عشان يجي يبنوا. يعني مثلا بتاعت الهدم دي هي ممنهجة كما تفضل المهندس، ممنهجة انك انت والله بتهدم احياء كامله تهدمها، بعد ذاك خلاص بيت امر واقع، عايز تجي تبني حيفرض عليك رسوم باهظه جدا جدا انك تجي تبني، بعد شويه التكلفه ذاتها باهظه. يبقى حققوا تفريغ القدس من المسلمين، لذلك هي واحده من المشاريع المهمه جدا الاسكان، اللي هي معنيه بانه نثبت المقدسيين داخل القدس، باننا نحشد المال المسلم يوصل للاخوان المقدسيين داخل البيوت المهدمه عشان يبنوها. المساله الثانيه هي القطاعات المقدسيات الان كما تفضلت ذكرت داخل البيت داخل المسجد الاقصى يتم حقيقه تهويده، يتم تحويل كل المعالم الاسلاميه الى معالم يهوديه. لذلك لو في التقارير الان تصدوا لليهود شباب وحرس زي متطوعين داخل المسجد الاقصى من الشباب. الاسبوع الماضي تمت اصابه 2 منهم يعني 2 واحتغال طفل عمره 9 سنين ده معناتها يعني دول شوف من 9 سنين بيبدا يحرس، هم يحاولوا انه يغلوا السنين الدخول، لكن رب سبحانه وتعالى بغير لهم حتى الصغار انهم يدافعوا عن البيت المقدس والمسجد الاقصى. فدي مهمتهم الاساسيه، هم حراس وحولهم الشرطه اليهوديه والقوات الخاصة اليهودية تمنعهم من الدخول، ومن داخل القدس
ترمي عليهم القنابل المسيلة للدموع وتحاول تفرغ المسجد من المصلين. فديل ديل الحراس للمدرسات. وكما ذكرت في الحديث يعني ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال، منها المسجد الأقصى. فإحنا كده بنحمي مقدس من المقدسات يعني نادى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في قطاع التعليم الآن هناك يعني دي حقيقة هي حاجات معبرة جدا جدا يعني في التعليم. يعني تخيل أنه صورة زي دي لو تفضل الأخ يعني دي الطلبة ماشيين لمدارسهم، ذاهبين لمدارسهم بالصباح، يعني جماعة يعني تخيل أنه ابنه إحنا بنعاني لو في ترحيل يتأخر، لو في أزمة في المواصلات اليوم كله بنكون معكنين فوق. دي ليس لديهم مواصلات، مش مواصلات، يتم وضع الحواجز من الأبنية حتى انه لا يصلوا الى هذه المدارس. وفي الاخير يعني في فيلم صغير يعبر عن هذه المساله، وهو فيلم حقيقي يعني الاستاذ اضطرت انها تعمل حصتها داخل في نفس الموقع يعني. فلكم ان تشاهدوا ان تحسوا عد مغد المعاناه الكبيره التي يعاني منها المغرسيين في الداخل. لذلك حقيقه المؤسسه هي معنيه بانها تعمل دراسات للبنى التحتيه ومشاريع محدده في الصحه، في التعليم، في الاسكان، في المغرسات، في المشاريع الداخلية. وده حقيقة بتصل لإخواننا. والله يا جماعة نحن حضرنا مؤتمرات ويجون الناس من الداخل يعني في بلاد يستطيع أنه يخرج منها من الداخل ويعود إليها. يعني في تطبيع يقولوا بين بعض الدول يحكوا عن المعاناة، يقول لكم والله كفى حديثا، نريد مشاريع حقيقية تصل لنا هناك. يعني كل ما تحدثوا وكل ما تمشي مسيرة هي صحية صحيح يعني بيتحسس انه في ناس مسلمين وعرب واقفين معاهم، لكن الاكثر من هذا ماذا يصلهم ايضا؟ لذلك نحن لدينا مشروع حقيبه تطال المقدسي. هذه الحقيبه يا جماعه دي احنا بنتحصل عليها بسهوله وبساطه جدا جدا هناك، لكن هناك بمعاناه شديده جدا جدا تصل لهؤلاء. حتى في المناهج بتاعتهم يعانوا معاناه شديده جدا جدا، انه المفروض عليهم انه يدرسوا على المنهج اليهودي. طيب عملوا مدارس خاصه رسومه تكلفتها عاليه، المعلم داير مرتب، الاجلاس، كل هذه المعاناه. صحيح احنا بنعاني الان من هذه في بعض المناطق في السودان، لكن هنا يعني احنا زي ما بيقولوا هنا يعني ضعف القادرين على التمام. لكن ليس لديهم وظائف، ليس لديهم عمل، وليست لديهم امكانيات الا انتظار وقفه اخوانه في السودان وفي كل العالم الاسلامي. باشمهندس يعني احنا القينا نظره سريعه على هذه المشاريع. يعني انت قلت المشاريع والمشاريع الخدميه يعني بالصور القانونيه وبصور بتاعه المدافعه بتصل والناس بتحرك. انا هرجع للاستاذ نصر الدين ثاني واشوف ما الذي يعني تم تنفيذه في هذه، وصلنا فيها لوين والقدام الناس شنو. لكن يعني في ظل حصار وفي ظل مشاكل كثيره جدا جوا، الى اي مدى يمكن النظر الى الوضع في القدس تحديدا؟ يعني الان يعني الناس حيقول لك يمكن الصورة دي كانت أيام في مشكلة وفي حريب وفي ضريب، لكن هل هي مستمرة طوال وده الآن صار هذا الأمر يعني واضح وواقع؟ هو الشدة والبأس اليهودي على المقدسيين متصاعدة، صارت الوتيرة. يعني أنت كل يوم بيكون الوضع أسوأ بالنسبة لك، لأنه هم بيتخطوا مرحلة لمرحلة. يعني الآن قطعت كل أوصال القدس، أصبحت المدينة فيها الجزء القديم اللي فيه المسلمين ده محاصر بمستوطنات. يعني كل بقت بؤرة صغيرة كده مقارنة بمدينة كبيرة عظيمة، ومخطط أنها تكون عاصمة لدولة عظمى في فترة بيحسبوها هم، ولكن حسابات المسلمين وتقديرات الرحمن سبحانه وتعالى غير. يعني فهم بيرتبوا الآن، بيحاصروا المدينة دي بوسائل اتصال وكباري وأنفاق وقطارات سريعة توصل مبالغ، بيدفعوا فلوس لشذاذ الآفاق من مختلف أنحاء العالم عشان يجوا يسكنوا. يعني أنت عشان تجي تسكن في القدس بيدوك التأشيرة والجواز والجنسية الإسرائيلية، ويعطوك الشقة ويعطوك السيارة بس كيف انت تجي تسكن لهم في هذه المدينه التي يراد لها ان تكون عاصمه لدوله عظمى في فتره يحسبوها هم يعني وبيرتبوا لها؟ يعني وهم بسبب ذلك يعني قاموا بتحريف الكثير من
طبعا الدبره اللي حرفوها انتم منها، وايضا النصرانيه ايضا حرفوها بصوره يعني مؤسفه جدا. يعني الان من موقف كان فيه النصارى يبنوا يعني عقائدهم على ان اليهود صلبوا المسيح رغم الخطأ في ذلك، الان هم بيتمنوا ان اليهود ينتصروا حتى يعود المسيح. يعني نعم. فالكنائس يعني من باطل الى باطل، كلها كنائس. نعم. كنائس ابتدعها اليهود وحرفوا النصرانية، اصبحوا يقودوا التيار الانجليكاني السائد الان في امريكا تحديدا. نعم. وفي معظم الدول الأوروبية، يعني بيقودوا المجتمع الغربي ده الى يعني دعم اليهود من منطلقات عقائدية محرفة. لذلك هم داخل القدس بيسابقوا المدد الخارجي، هم الآن أكثر نفيرا بنص القرآن. أنا في المرحلة دي هم الآن كل العالم بيساعدهم، يعني أكثر نفيرا بمعنى أنه الناس نافرين وبيساعدوهم وعندهم مدد كبير، ولكن أيضا يعني مقتضى التصديق بأنهم هم أكثر نفيرا أنه في نصر كبير حيحصل وإن شاء الله قريب. احنا هنواصل الحديث عن فلسطين وعن القدس وعن الأقصى وعن أدوار وواجبات تجاه الإخوة في فلسطين عامة وفي القدس خاصة، لكن فاصل ونكمل من بعده قضايا، تابعونا. أعزائي المشاهدين والمستمعين، تواصل قضايا في هذه الأمسية، نتحدث عن فلسطين وعن الأقصى وعن القدس. باشمهندس محمد عثمان محمد سعيد، ذكرت أن النصر آتي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يوقن به كل أهل الإسلام، لكن متى يكون هذا النصر وما هو دوري يعني حتى يأتي هذا النصر؟ بالتأكيد دي الأسئلة العايزة إجابات يعني، وفي أدوار يعني على كل الناس، أهل الإعلام و وأهل الساسة والقيادة والطلاب وعامة الناس، بتأكيد في أدوار عليهم وفي واجبات تجاه المقدس والأقصى. عايزين نتوقف في الأدوار والواجبات دي ونكمل ما بدأناه قبل الفاصل. تفضل يا أستاذ. هو طبعا التسليم بأن ذلك قدر محتوم وواجب يعني مفروض على المسلمين، هو الشيء المفروض على المسلمين انه يعني يعتقدوا فيه ويعملوا من اجله، ولو بالقبض على جمر القضيه الى ان يحين الدور المحدد. لكن كما حدث في بدر في 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 بدر، يعني المسلمين ما كانوا راغبين في مواجهه ولا رغبوا ولا 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 حريصين ولا كانوا يحلموا بنصر، لكن الكفار هم الذين قلبوا الأمور، هم اللي رتبوا وخططوا واستعجلوا وواجهوا. يعني الاستعداد بيحصل من بني صهيون الآن للمسلمين عامة هو اللي بيستعجل أن المسلمين يتصدوا، واللي بيخلي المسلمين يصلوا لمرحلة أنه يقيفوا يعني وقفة لها ما بعدها. يعني أديك مثال بسيط، يعني دول إسلامية وقعت اتفاقات مع اليهود واصبحت في وضع يعني يمكن الناس يحسبوها اصبحت يعني مسالمه تماما مع اليهود، لكن رغم ذلك مخططات اليهود وبرامجهم للمرحله القادمه بتستدعي مثل هذه الدول. يعني هم الان بعد مرحله الاتفاق اوسلو وما وراءه وحل الدولتين، وتجاوزوا الآن إلى مرحلة يسموها مرحلة الترانسفير، مرحلة إبعاد كل الفلسطينيين من داخل إسرائيل الكبرى اللي بيتكلموا عنها إلى خارج شرق نهر الأردن. وده في حقيقته هو يعني تحقيق للنبوة أنه حيحصل حشد للمسلمين ولليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، وده في نفس الوقت بيستعدي المسلمين بيخليهم هم في الآخر
يصبحوا كتلة واحدة. يعني هم لما يخشوا في مشروع زي ده الناس اللي كانوا مسالمين ووقعوا اتفاقات حيدخلوا طوالي في مواجهة مباشرة. نعم. يعني هم يخلقوا العداء يعني ويصنعوا صنعة. المسألة مسألة ربانية ماشية. نعم. في خطة. والعاقلين من اليهود واعين لذلك. يعني الآن في كثير من اليهود بيتكلموا عن أنه الحشد الموجود في إسرائيل ده هو لمهلكة كبيرة لليهود. نعم. احنا هنشرك بعض الإخوة الذين يتابعوننا عبر طيبة صوت وصورة وعبر طيبة إذاعة طيبة FM 103 الإذاعة، هنشركم معنا في الحديث ونستقبل هواتف. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وعليكم السلام يا عبد المنعم. أحييك وأحيي ضيوفك. تفضل. طبعا يعني بيتكلم اليوم عن القدسي وعن الكفر اللي جو سورة الله تخشاهم. نعم، تفضل. نحن سبحان الله يعني الجيوش بتاعت الإسلام كثيرة يعني، لكن يعني سبحان الله ممحوقة شوية يعني فيها المحدة. نعم. نعم، نحن يعني جرجر سبحان الله يعني نساءنا في المقدس وفي فلسطين وفي الشعارات هناك طبعا، ويعني النساء كلهم يعني حضرت عليهم يعني عروض جرجرت هناك، ونحن المسلمين بنتفرج على الفضائيات ونتفرج على الدماء على الدم العربي يشتت قدام اليهود. طيب ممكن 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 نعمل شنو يا عبد المنعم؟ يعني عبد المنعم نعم، انت قلت الجيوش فيها محقه، يلا نحن من غير الجيوش نعمل شنو عشان نكون عمليين؟ يعني نحن نكون عمليين، نحن من المفترض تكون عندنا قوة إسلامية، عندنا ناطق باسم الإسلام يعني. لا خليني من يا عبد المنعم خليني من الرسميين. نعم. ومن الجيوش، أنت قلت فيها المحقة انتهينا منها، أنا وأنت. نعم. وفلان وفلان وفلانة نعمل شنو يعني؟ كل زول بجهده يعني. نحن يعني أكيد يعني نستعين يعني بالمجاهدين، أنت تكون مجاهد وأنا أكون مجاهد، ونحن كل جيد على يد إلى بعيد. شكرا لك يا عبد المنعم. شكرا لك يا عبد المنعم. شكرا لك يا عبد المنعم. وبالتأكيد يعني القصر ذات اليد، أو إنه الناس ما مزولين، أو الناس ما في موقع مزولية ما بيعفيهم. شكرا لك يا عبد المنعم، وزي ما قلت أيد على أيد ترجع بعيد، وعندنا متصل ثاني. شكرا لك يا عبد المنعم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الرؤوف، تفضل. الله يجزيك خير يا اخي نازل عالطيب، والله اتحفتمونا وكل مره. نعم. يعني بتبصر انكم متعلقين يعني من بين الاذاعات. الله يبارك فيك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل ما تقدمونه للامه الاسلاميه في ميزان حسناته. امين امين. يعني في زمن ضاقت علينا الافاق بالاذاعات الانابيب كما يسمى اذا جاز التعبير يعني. فنشكركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتكم. أما القضية قضية الأمة الإسلامية. نعم. قضية فلسطين وقضية القدس. نعم. يعني قضية مؤثرة يعني ما أعرف الزول يعجز دائما في أنه يوصف مشاعره تجاه القدس وتجاه ما يحصل. نعم. يوميا من مجازر وما إلى ذلك. احنا عايزين نطلع من حتة المشاعر والتأثير يا أستاذ عبد الرؤوف. أيوة. ونبدأ أنا جايز يلا. العملية جايز فضل. العملية طيب فضل تفضل معذرة للمقاطعة. القضية الفلسطينية لمن أخذوها بواسطة العروبة فشلت. نعم. فشل ذريع، وآخر ورقة سقطت في أيدي العرب في أوسلو ومدريد وكام ديفيد. نعم. عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية القضية العربية فشلت وأثبتت فشلها لما تناولت قضية القدس والقضية الإسلامية بأسلوب براغماتي. نعم. وقعوا عليها بإذلال عبد الرؤوف أنت قلت جاي علي لكن يعني تعلي سرعة بس معليش يعني. كويس. أيوه. يعني الشيء العملي الممكن يبقى. نعم. انه الانسان المسلم في سائر الوطن الاسلامي او في سائر بقاع الارض انه يفقه الناس بخطوره. نعم. البروتوكولات كما طيونا اللي هو المعتقد الاسهي بجنوبية المحتلين في فلسطين. نعم. اسهي الكتاب اللي بيعتقدوا به يعني هم الشيء اللي بيعملوه
ما يعرف من معتقدهم اللي هو ما يعتقد بالتورات اليهود التي حاليا توراته المحرف بتعبد به ناس المشايخ وناس الاخامات وغيره. نعم. لكن المعتقد عند السياسيين بيعتقدوا بكتاب اسمه بروتوكولات حكماء الصهيون. نعم. يعني عبد الرؤوف بتقول التعليم والتنوير والتوعيه. شكرا لك عبد الرؤوف. ويعني معليش عايزين نستقبل بس متحدث مره ثانيه ومشارك ثالث. شكرا لك عبد الرؤوف وكثر خيرك. مرحب. مرحب. كان عندنا متحدث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد العزيز. أهلا وسهلا بك وعافية بنشوف. مرحب بك يا عبد العزيز. أرفع صوت قليل يا عبد العزيز. يجزيكم كل خير. عبد العزيز من الأردن أنا ما سامعك كويس. بارك الله فيك. تفضل. وجزيكم كل خير وإن شاء الله يعني ربنا يبارك في الجماعة المؤسسة القدس الدولية. نعم. ويأخذ يدهم ويرزقهم الإخلاص والصدق. ونحيي الأستاذ الباشمهندس محمد صالح السعيد والوالد العزيز والأستاذ المصدرين ونشكرهم على جهودهم المقدرة. نعم. ان شاء الله الاخلاص. بارك الله فيك اخ عبد العزيز من الاردن ونسال الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. سؤالنا اليوم يا عبد العزيز، ما الذي يمكن ان يقدم من كل فرد من اهل الاسلام والمسؤوليه فرديه؟ شكرا لك يا عبد العزيز، كنت معنا من الاردن ويبلغكم التحايا باش مهندس محمد سعيد واخ نصر الدين. يعني مرحب، السلام عليكم. السلام. مرحب. مرحب. تفضل. العمدة. فقدنا الأخ الذي كان يدخل علينا. نبدأ بالأخ أنا عبد العزيز، ألقى إليكم التحايا من الأردن يعني. ودعا دعاء طيب ربنا يتقبل من الجميع. يعني. وأخونا عبد المنعم من شندي قال يعني الجيوش دي أصلاً فيها المحقة. يعني والناس احنا قلنا الحكايه في النهايه مسؤوليه شخصيه يعني. اما اخونا عبد الرؤوف يعني فتكلم يمكن كلام مهم جدا احنا جايين عليه بتاع التنوير والتعريف، وانت قبل تكلمت عن القضايا المقدسيه والمعارف المقدسيه يعني. فاذا كان يعني المشاركه دي نقبلها كمشاركه اولى، عايزين نموذج من هنا اخ نصر الدين، واحده من المشاريع الجبيل سردتها سرد نتوقف عنده بمزيد من الشرح يعني. مثلا التثبيت او الاسكان او التعليم او الحقيبه المدرسيه، لو في ارقام او الناس وصلت فيها لوين والمقصود شنو والهدف شنو؟ حقيقه يعني في البدايه حقون نوري المواطنين والمشاهدين انه السودان حقيقه كان له دور كبير جدا جدا في تنفيذ بعض المشاريع داخل القدس. نعم. مشروع الصغية وكان كلف 125,000 دولار اللي هي صغية داخل المسجد الاقصى. في مشروع الاسكان ايضا برضه تبرع من الاخ النائب الاول رئيس الجمهوريه كان للاسكان المقدسيين ب 72,000 دولار. وحقيقه دي المشاريع التي تم تنفيذها داخل القدس. لا اخفي يعني انه بالرغم انها هي دي الناس بيشوفوها ارقام كبيره، ولكنها يعني مقارنه بدول من جنوب افريقيا يعني اقليات مسلمه في جنوب افريقيا تدعم بملايين الدولارات، وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي بعض الدول الخليج وبعض الدول العربيه ومصر القريبه يعني. لكن كل زول على قدر قدرته يعني. يعني الناس لما يقولوا ارقام بتخيلوها ارقام كبيره، لكن حقيقه لانه التكلفه داخل القدس زي ما ذكرت انا في الاول هي باهظه التكاليف في ظل الحصار والقوانين والشروط والتسلط الصهيوني المقصوده يعني داخل. فلدينا حقيقه بعض المشاريع اللي هي انا افتكر انه هي يعني كل مواطن سوداني ممكن يساهم فيها. يعني مشروع الحقيبه المقدسيه. الحقيبه لا تكلف اكثر من يعني بين 35 إلى 40 جنيه سوداني. يعني بمقدور كل مدرسه انها تجهز عدد كبير جدا من الحقائب المقدسيه. وممكن يعني احنا سميناها حقيبه الطالب السوداني الى الطالب المقدسي. نعم. ده مشروع مطروح وحنطرح ان شاء الله في المدارس، وهي يعني الحقيبه دي يعني الحقيبه دي يعني الحقيبه بس ولا جواها محتوى الكراسات زي ما قرطاسيه يعني قرطاسيات كلها يعني. وهي حقيقه التكلفه يعني محتاج ل 30,000 حقيبه يعني.
30 ألف حقيبة استطيع ممكن يعني في عدد من بلاد السودان الخرطوم ممكن هي تجهز هذه الحقيبة. نعم. وده مشروع مطروح حقيقة وإن شاء الله حننزله للمدارس، ومن هنا هي دعوة لأي مدرسة لأي مؤسسة تعليمية ممكن أن تبادر وإنها والله تجهز هذه الحقيبة بتبرع من كل طالب. يعني في دول جمعت هذه التبرعات بسموها حصالة القدس، يعني ما تبقى من مصاريف اليومية للطالب يعني. بالفكة يحطوها وفي نهاية السنة بيجمعوها بيجي يقدموها للمؤسسات. حقيبة أيضا الحقيبة احنا بنركز على مجال التعليم حقيقة لأنه في معاناة حقيقة للتعليم داخل القدس. في مدارس الآن يعني التكلفة بتاعتها مرصودة حوالي 60,000 دولار، وهي ما مش يعني تشييد وترميم لبعض المدارس، مش تشييد من جديد كل المدرسة. نعم. لكن لأن بعوامل إنها قدمت أو بشعر جرافات وكذا حصل لها هدم يعني. ف61,000 دولار أفتكر ممكن يعني مجموعة من السودانيين يتجمعوا إنه يعملوها. برضو في المقدسات في بعض المساجد أو حوالين المسجد الأقصى أيضا مشاريع بحوالي 100,000 دولار 200,000 دولار، ودي مشاريع مدروسة وموجودة وممكن نقدمها لكل جهة إنها تطلع عليها، وفيها الهدف من المشروع يخدم من دواعي المشروع وتكلفته ومتين ينفذ. نعم. يعني بحاجة مدروسة. نعم. لدينا يعني مشاريع. انت زي ما قلت انه الموضوع بيهم الناس كلهم، فاحنا عايزين نشرك برضو تاني اكبر عدد ممكن من الاخوة المشاهدين والمستمعين. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يسلمك. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر. وعليكم السلام. الله يسلم يا الله يحييكم يا شيوخ، حياكم الطيبة. بارك الله فيك. الله يسلمك يا حييكم وحيي برنامجكم الغطس لنا إن شاء الله. نعم. الله يسلمك. شكرا لك يا عمر. برنامجكم جمالين والله. برنامجكم جميل والله. شكرا لك يا عمر، وربنا يقدرنا نقدم حاجة فيها الفائدة والناس تساهم في مع أخوانا في فلسطين. فقدنا عمر وظنه ما كمل كلامه. مرحب، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا مرحب. وعليكم السلام، تفضل. نحييك ونحيي البرامج الحركة يا أخي. مرحب يا أبو محمد. والله ما عندنا حاجة نقولها أكثر من إنه نتمنى بس من إيران تنفتن في إسرائيل تمسحها، وزي ما قال يعني حسن نصر الله إنه يا إسرائيل سيطر لا بد من نجاتها يعني. نعم. يعني لكن احنا ابو محمد لحد ما يجي النصر دارين دور كل زول في النصر ده، وواجب الواجب زي ما بقولوا فردي يعني. فاحنا الليله بنتوقف ما انه كل زول. نعم. بس بالدعاء ما عندنا شيء نقدمه خلاف الدعاء يعني. الليله الاخ نصر الدين يعني المدير التنفيذي لمؤسسه القدس في السودان جاء فرصه يعني، قال حقيبه للطالب يتكلف ما بين 30 إلى 35 جنيه يعني، وأظن هذه حاجة بسيطة يا أبو محمد يعني، رغم المعاناة اللي بيعانوها أهلنا هنا في السودان في كل مجال، والناس نفس المشاكل تقريبا اللي بتواجه كل الناس في كل مكان بتواجهها الناس هنا في السودان، لكن إذا الحقيبة ب 30 إلى 35 ممكن أزول يساهم بحقيبة يعني خلال السنة يعني، ويكون شارك مع أخوانه في فلسطين ومشت الحكاية لقدام يعني، ولا ما كده؟ والله فعلا بتقتضي المساهمة يعني، ما في 2-3. نعم، احنا بعد شوية حنقول لنصر الدين المساهمة البسيطة دي 30 و35 و50 تصل لهم كيف والله. في مؤسسة القدس، وخليك معنا وتابعنا يا أبو محمد وشكرا لك يعني. نحيي أبو محمد وعمر من الشمالية ومن كل أجزاء السودان. وإذا كان في مشارك ثاني نسمعه قبل ما نرجع ونكمل. نعم، احنا نكمل المشاركات ونرجع لك ثاني يا اخ نصر الدين عشان توضح للناس المساهمة في حقيبة تصل لطلاب فلسطين وطلاب المقدس بصورة واضحة يعني ان شاء الله. مرحب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل. كيف حالكم؟ بخير حال الله، يبارك فيك. مرحب بك. الحمد لله، نحييكم ونحيي برنامجكم. الله يرضى عليك يا ياسر من الحصحيصة. نعم، تفضل. بارك الله فيكم، والله ما شاء الله تقارير جميله 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 شديد. تقريبا الشرق عن الشباب السوداني هذا كان احنا لازم نكون من الجيوش الثانيه تقوم تحرر فلسطين ذاتها ان شاء الله يعني. الحكايه دايره اعداد ودايره جديه يعني، ودايره مساهمه جديه ومساهمه باسامينا بذاتها احنا، لو اسمنا يقول الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، والله ان شاء الله يعني.
طيب يا ياسر، يعني انت سمعت الارقام اللي كان بيقولها قبل قليل يعني اخونا الاستاذ نصر الدين عن بعض المشاريع الصغيره، يعني يمكن انا عجبتني حكايه الحقيبه دي لانه ممكن الناس يشاركوا فيها، وما شرط الزول يتولى الحقيبه كامله، يعني لو شاركوا فيها نفرين ثلاثه بطلاب، يعني زاد عشان نربي اولادنا وبناتنا على المشاركه مع اخوانهم في فلسطين، وتكون القضيه واضحه، يبقى الكلام عن فلسطين ومساعده فلسطين والشنطه ب 30 وكذا، اظن الحكايه دي معقوله وممكن يا ياسر، مش كذا؟ والله جميلة 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 جدا جدا. خلاص احنا نقول لنصر الدين الان يعني عنده فرع في نصر في الحصحيصة هناك، وتواصلوا مع مؤسسة القدس وابدا المشروع ده من عندك يا ياسر عشان نكون عمليين اكثر من انك تتكلم ساعة يعني. باذن المولى ان شاء الله. شكرا لك ياسر من الحصحيصة، ونشكر كل اخواننا اللي كانوا معانا، ونستقبل هاتف ثاني. مرحب. هلو. مرحب، سلام عليكم ام عبد الله، تفضلي. ايوه عاوز اشارك في البرنامج اللي بتتكلم عن الغزو. اتفضلي انت معانا الان، سامعينك وانت على الهواء يا ام عبد الله. طبعا بالرغم من انه يعني الخير يعني في الاسلام والدنيا بخير، لكن برضه يعني الواقع ضعيف، يعني بنلقى انه نحن يعني لازم نكون يعني ايماننا قوي شويه، وما نكون زي الوليد بن المغيره لما سالوه عن رايه في القران، قال يعني قال أجلني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر ما هذا إلا قول البشر. فنجد إنه هل نحن لو سألنا نفسنا يعني هل نحن زي الوليد بن المغيرة ده ولا كده؟ لأنه الإيمان بالواقع بيغير حاجات كثيرة، ومعادلة الإيمان والعمل الصالح بتغير حاجات كثيرة في الواقع. فنجد إنه يعني ربنا قالوا أن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. رسالتك يا أم عبد الله يعني علشان الزمن، رسالتك بكلمات واضحة ومختصرة. أي برضو كمان يعني سمعت في كان في برامجكم الجميلة اللي بتقدموها عن يعني كان بيتكلم عن تصفيف الإثنان يعني الاسم شنو؟ نعم. التاجر الذي أم عبد الله، احنا اليوم حديثنا في قضايا عن القدس وأدوار وواجبات. نعم. ده ردد بين الواقع الإسلامي والحالة، كان يعني قال يعني المحتكي مخطئ، فالناس نعم. لو آمنت بالله وعملت صالحا نعم. ويعني نجد إنه مثلا يعني من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين النبيين والصديقين والشهداء والعشرة أولئك. شكرا رفيقة. شكرا لك يا أم. العمل الصالح يعني. شكرا لك يا أم عبد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا العمل الصالح، ونكون بحق يعني اهل النصره لاخواننا في فلسطين وفي القدس على وجه التحديد. استاذ نصر الدين، موضوع الحقيبه عشان نلم الموضوع والناس يعني شارك في مشاركه، وعندك الان فرع في اخونا ياسر في يعني في الحصحيصه. نعم. والله يا اخي يعني في واحد من الاخوه حقيقه عمل مذكره جميله جدا، اظن دكتور اسامه الاشغر سماها القدس من الشوق الى الاستحقاق. فاحنا حقيقه دي كلها اشواك. نعم. فدايرين نحولها لاستحقاقات، يعني استحقاقات شنو؟ نعم. برنامج عمل. برنامج نعم. عمل. يعني انا حقيقه احب اقول انه اسرائيل اللي قامت كيف يعني؟ قامت بدولار مقابل مسلم. دي الدعوه اللي قامت بها. دولار مقابل دولار ادفع مقابل دولار لتقتل مسلما. نعم. تمت بكده، احنا ماذا نقول ادفع دولار لتقتل يهودي؟ ادفع دولار لتحيي زي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ميمون لما سألته عن الصلاة في المسجد الأقصى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها صلوا فيه فإن لم تأتوه، والوقت ده كان في حروب زي ما كان الآن، يعني كان صعب من نعم. فابعثوا بزيت يوقد في قناديل، حتى إن أبعث زيت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها زيت في 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 في, في قنديل. فإحنا دارين من كل مسلم يا جماعة، الزيت الآن هو جنيه أو دولار أو حقيبة
او اول بيقدر دواء عليه اول بيقدر عليه تقدر نعم. عليه فده ان حق اشواقنا دي حقيقه نعم. انه وكيل والحقيبه بتكلف كم يا استاذ نصر الحقيبه من 35 الى 5 من 30 الى 35 لغايه 40 نعم. فدايرين نقول والله يا جماعه كده هسه دي في الحصحيصه في نهر النيل في الشماليه في شمال نعمل حاجه في نقول يا جماعه كده كله دول يعني كل واحد اتصل بينا جزاه الله خير على استقطاعه نعم. يعني ده استقطاع من زمن واستقطاع من ماله انه يساهم القصه دي واشواقه طيب بدنا نحول الاشواق دي الى برنامج تعامل برنامج عمل شنو نقول والله يا جماعه في كل موقع الان اتصال بالاخ سامي بالبرنامج والله قاعدين نعمل لنا في الحي في المنطقه المعينه دي 10 حقائب نعم وارجو من الاخوه في غرفه التحكم انه يكتبوا رقم الحساب بتاعكم عشان اللي عنده ولو حاجه بسيطه يمشي يوريدها ان شاء الله الباش مهندس محمد عثمان محمد سعيد كلمه اخيره ونحن في حضره القدس والله احنا في حضره القدس يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يعيننا في انه يعني نقوم بما ينبغي ان نقوم به المسلمون ونحن بنتصدر لانه يعني او يعني بنطلع لانه يكون لنا سهم نعم. في دعم القدس في صموده وفي تحريرها باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم ونعد بانه كل المساهمات اللي بتجي نعم. والمساهمات ارقام حسابات مؤسسه القدس الدوليه ببنك ام درمان الوطني يعني ظاهره الان يعني. والمشروعات اللي بتنفذ سواء في داخل بيت المقدس او في السودان هنا بتكون بشفافيه وبدرجه نعم. عاليه من الوضوح ورب يتقبل من خلال التقارير اللي حتصدر المؤسسه نعم. بصوره منتظمه جدا الارقام الحساب على بنك ام درمان الوطني 21 93 8 او 21938 بالعمله المحليه و 57053 بالدولار 57054 برضو بالدولار بالعمله المحليه مره ثانيه 21938 ودي على بنكم درمان الوطني وطبعا من اي فرع او في اي مكان ممكن الانسان يورد ولو شيء قليل استاذ نصر الدين كلمه اخيره عن القدس وعن هذه المشاريع والمشاريع الاخرى التي تاتي مستقبلا يعني والله يعني القدس حقيقه ظلت تنادي المسلمين لاكثر من 60 عاما بان هبوا وتنادي بان يبعث الله سبحانه وتعالى في هذه الامه صلاح الدين ليحررها فنسال الله سبحانه وتعالى انه كل واحد فينا الان يحدث نفسه انه يكون صلاح الدين نعم. ليحرر هذه البقعه المباركه وثالث المساجد التي تشد اليها الرحال وهذه المشاريع حقيقه هي ممكن نديها لاي جهه من جهاتنا نتبناها وتقدمها نعم. جهه او افراد يعني جهه او افراد ان شاء نعم. الله الباش مهندس محمد عثمان محمد سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية مكتب السودان والأستاذ نصر الدين عبد الحي عبد الرحمن المدير التنفيذي بمؤسسة القدس السودان نشكركم جزيل الشكر على هذا التطاف الطيب يعني والمشاركة من السودان إلى فلسطين وكذلك نشكر كل الإخوة الذين تابعونا عبر طيبة FM 103 وطيبة صوت وصورة القناة وكل الذين هموا بأن يشاركونا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته